مع تطبيق جوال المصرف الجديد نمنحك قدرة تحكم كاملة بجميع خدماتك المصرفية بطريقة أسرع، أسهل وأكثر أماناً. تحكم في طريقة تسجيل دخولك من خلال البصمة أو عبر التعرف على الوجه. لم تقم بالتسجيل بعد؟ ماذا تنتظر؟ يمكنك التسجيل ذاتياً خلال بضع خطوات سهلة. ليس لديك حساب في المصرف بعد؟ يمكنك فتح حساب جديد خلال دقائق. اطلع على أهم خدماتك المصرفية من الشاشة الرئيسية لجعلها أكثر شخصية. يمكنك تغيير الإعدادات لتناسب احتياجاتك وعرض ما يهمك فعلاً. اضغط على الحسابات للتحقق من أرصدة حساباتك وعملياتك. تحكم ببطاقاتك واطلب زيادة الحد الائتماني المؤقت. اطلع على ودائعك، استثماراتك، تمويلاتك، وإذا لزم الأمر قم بتأجيل أقساط التمويل الشخصي. حتماً هذه هي قدرة التحكم. استخدم الزر الذكي للحصول على خدمات إضافية مبتكرة. اطلع على تقييمك المالي، تعرف على مدير العلاقات الخاص بك واكتشف العروض مثل التمويل الفوري وبطاقة الائتمان الفورية، بالإضافة إلى نقاط المكافآت المكتسبة والخصومات الحصرية المصممة خصيصا لك. احصل على المساعدة أو احجز موعدا لزيارة أحد فروعنا. اضغط على دفع وتحويل لتسديد جميع فواتيرك وتحويل الأموال بالطريقة التي تناسبك بسرعة وسهولة وخطوات أقل. لخدمات أخرى اضغط على المزيد. اختر طلب خدمات للخدمات المتعلقة بالحسابات، البطاقات أو برامج تكافل. اضغط على الحصول على منتج لتقديم طلب تمويل، فتح حسابات أو ودائع، إصدار بطاقة جديدة والحصول على خطة تكافل على الفور. يمكنك حتى الاشتراك إلكترونياً في أي اكتتاب جديد يتم طرحه. اضغط على صورتك الشخصية للتحكم بإعدادات التطبيق ومعلوماتك الشخصية. عزز أمانك بتغيير كلمة السر بشكل دوري وقم بتعيين جهازك الأساسي. يمكنك أيضاً التحكم باللغة المفضلة وحجم الخط من داخل التطبيق. لا تنسى تقييم تطبيقنا. مع أكثر من 100 خدمة متاحة لك في أي وقت وفي أي مكان. تطبيق جوال المصرف. قدرة التحكم.